لحظات فتحت البوابات سيداتي وسادتي على بركة الله تعالى باندفاعات جماعية في هذا الشوط المفتوح الدرجات الانتاج عمر 3 سنوات على مسافة 1400 متر. هنا الصدارة على ما يبدو لرقم 3 في هذه اللحظات سياتل ديفنس، وكذلك من الخارج الآن رقم 9 في محاذليق، وهنا من الداخل الآن رقم 5 سيوف العز. محاولات التقدم لسيوف العز في هذه اللحظات فيما المرتبة الأولى والمحاذاة التي تأتي لرقم 9 ذليق، وكذلك من الخارج الآن جوهرة العليا ومحاولات التقدم كذلك لرقم 7 جنيف في هذه اللحظة. والصدارة هنا بالتساوي بين رقم خمسة سيوف العز لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز مع أليكسس مورينو، وكذلك من الخارج الآن رقم 9 ذليق لأبناء فهد محمد الأزمع أبو 2 مع المنعطف الأخير، الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات. هنا أيضا المحاولات التي تأتي لمحاولات محروت في هذه اللحظات، محروت مع عبد الله العوفي ياتي في هذه اللحظه، محروت يسقط ايضا الصوت من الخيار في هذه اللحظات، ومحروت يتقدم في هذه اللحظه بكل قوه مع عبد الله العوفي. وهنا من الخارج الان المحاولات التي تاتي لبزعان ومحروت، بزعان من الخارج الان، بزعان مع محمد سعيد ياتي بكل قوه ما شاء الله تبارك الله، بزعان ياتي بكل قوه لعبد الله بن عبد العزيز الموسى، ومحروت في المرتبه الثانيه رغم سقوط الصوت من الخيال اللي محروت لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع المنعطف الأخير، وبزعان لعبد الله بن عبد العزيز الموسى المدرب جيفري وورد راف المدرب محمد سعيد.